أشار إلى مسألة فيما يضاف إلى الله عز وجل، فقال إن ما يضاف إلى الله الذي أشار الشارح، وهو أخذها من كلام لابن تيمية وغيره من العلماء، ما يضاف إلى الله عز وجل فهو على نوعين: نوع من هذه الصفات لا تقوم بنفسها، يعني مثل صفة العلم، لما تقول علم الله فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. سمع الله، لأنك لن تجد سمعا منفصلا، بصر الله، وجه الله، يد الله، فهذه الصفات إذا أضيفت إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ونوع آخر يقوم بنفسه، مثل ناقة الله، فإن الناقة منفصلة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. تقول ناقة الله، كعبة الله، بيت الله، عبد الله، فهذه الإضافات من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهنا إضافة الوجه، فإن الوجه لا يوجد وجه منفصل لوحده، فهذا يثبت أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.